سيادنا السلام عليكم، مرحبا بكم في gameplay.ma. بعد ما درنا الريفيو لانفيديا شيلد في الفيديو بريسيدونت، اليوم غادي نشوفو معكم الكلاود جيمين. الوغ دابا ندوزو الجيم ناو، هو السيرفيس جيمين كلاود ديال انفيديا، هو اللي داير عليه الفيلم كامل. الرأي ديالي انا في هاد الجيمين كلاود قبل ما نأسييه كان كيبان ليا ما لا علاقة، ما عندوش مستقبل، ولكن فاش تيستيتو بان ليا بان هذا هو لو فيتور. من هنا لقدام هادشي اللي غادي يكون. علاش؟ باسكو لاندستري كلها ديال الانفورماتيك كتحاول ديلوكاليزا فيغ الكلاود، كلشي كيحاول يدفع فيغ الكلاود، بحال امازون و بلاي ستيشن ودابا انفيديا، كلهم عندهم دابا دي بلاتفورم جيمين في الكلاود. بيان ايفيدامون الجيمين كلاود عندو لي زانكونفينيون و لي زافونتاج ديالو، غنشوفو لي زافونتاج هما الاولين. باغ اكزومبل ما غاديش تحتاج تطلع بي سي غالي، ما غاديش تبقى تحتاج تابغريدي كل مرة، بدل كارت جرافيك بدل البروسيسور، ما تحتاج تبقى تيليشارجي في الجيم، ودابا لي جيم ولاو 80 100 جيجا، ما غتحتاج كل مرة تدخل تلقى ابديت وتابديتي فيهم، ما غاديش تحتاج ولا بدا بي سي باش تلعب، تقدر تلعب في ماك، تقدر تلعب في طابليت، تقدر تلعب في تلفازة. و اوسي عندك زيرو مانتونونس، ما كاينش لا خسر ليا بروسيسور ولا خسرت ليا كارت جرافيك ولا شنو هو المينيموم ريكويرمنت باش يخدم ليا ولا لا، ولا اوريجين ما بغاتش تخدم، ولا يو بلاي كتبوغي ولا داكشي، والو كدير بلاي كتقصر. ندوزو دابا لي زانكونفينيون. لانكونفينيون الاول هنا عندنا خاصك فاست انترنت، انترنت رابيد. من على التجربه ديالي تعول على فيبر الفوق، واخا هما كيقول تقدر تخدم ب 20 ميجا ولا 50 شعيب، ولكن انا بالنسبه ليا فيبر الا بغيتي تلعب فول اتش دي مينيموم. اوسي الا ما كانش الانترنت ما كانش تقصار. عاوتاني هاد السيرفيس هذا ما غاديش يكون فابور، غادي يكون تخلص. كاين اللي غادي يديرو مونسيوالمون، كاين اللي غادي يديرو لوتيليزاسيون. لي رومور اللي كيدورو على انفيديا ناو هما انها غادي تكون كتخلص كل 20 ساعة 25 دولار، قول علينا 10 دراهم. بالنسبة لان جيمر هاردكور اللي كيلعب يوميا وكيلعب بزاف، با كيستيون انه غادي يدير هادشي، لان غادي تقام عليه غلا. يعني هادي لي جيمر هاردكور سون با كونسيرني، وكنتفاهم هاد القضية. علاش؟ لان هما ديجا لي جيمر هاردكور كيشريو ماتيريال غالي من هاد انفيديا، ما باغينش هما يضيعو هاد الكليان هذا. عاوتاني حاجه وحده، ان تخيلوا معايا يبداو يخرجوا لي زيديتور، يخرجوا لي جو ديالهم غير في كلاود، ما يعطوكش لي فيرسيون ديالهم، سكي في باي باي لي جيم كراكي. اوسي ديستانس بين كوبين داتابيز، بيان ايفيدامون ما كاين حتى شي داتابيز في افريقيا بهاد الساعه هادي، سكي في لاغ غادي يبقى عندكم المغاربه، ما تعولوش على شي ميغاكل. يقدر يديمينيه لانه كتولي تغوسوفي غير ستريمين فيديو، ماشي كاع دوك لي دوني اللي كتبقى تصيفط في الجو والجرافيك، ولكن لاغ غيبقى لاغ. كما كتشوفوا معنا البينغ تسعود، ولكن البينغ تسعود بين لا ماشين فيرتوال و لي سيرفر ديال يو بلاي، ولكن بيني وبين لا ماشين فيرتوال كاين بينغ بما فيه الكفايه فوق من 60، هذه ما يحيدهاش الطبيب. بالنسبه لا كونكلوزيون اللي خرجت منها بعد ما لعبت فيه شويه، ان الكلاود جيمين هو لو فيتور بيان ايفيدامون، ولكن دابا باقي ما وجدش، باقي ما نضجش، باقي الناس كلهم ما عندهمش الانترنت اللي خاصهم باش يلعبوا فيه. كيف كو فاش كنت لعب في دي جو اف بي اس كنت كنحس بلا ديفيرونس، ولكن الا لعبتي باغ اكزومبل في ان جو رول بلاي شي با باغ اكزومبل دو ويتشر ولا شي حاجه اللي لعب غير بوحدك، ما خصهاش تكون رابيد وما لعبش مع دي جون اون لين، سا باس ماشي مشكل، تقدر تخسر سون بروبليم. لا كاليتي بعض المرات كتهبط كتطلع على حسب الانترنت، ولكن ما غاديش تكوزي لك مشكل كيما كتكون لعب في اي بي اس غادي تولي قاتلك شي واحد وتولي معصب ولا شي لعبه. عندك اوسي لا بوسيبيليتي باش تاكسيدي ستيم وتشوف كاع لي جو ديالك وتلونسيهم كاع الا بغيتي، وميم تماناجي لي فران ديريكت، اجوتي تحيد كيما بغيتي. بالنسبه لي جيم اللي كاينين دابا في ستور حديث ولا حرج، كاينين دي تريبل ا، كاينين دي جيم معروفين واعرين زوينين. عندك لي جيم اللي كتكون شاريهم تقدر تلعبهم من نيو بلاي ولا بليزار ولا ستيم، اوسي عندك لي فري جيم اللي كيكونوا انكلو مع الانفيديا شيلد. الوغ بالنسبه لا ماشين اللي كتلعب فيها في الكلاود، la configuration ديالها في ويندوز سيرفر، CPU ديالها انتل كزيون 2697 V4 ويكور، ولكن مالوزمون غير 2.3 GHz، هادي سي امباكتونت بوغ لي جو. لا رام 15 جيجا مزيانة، جي بي يو انفيديا تسلا بي 40، فيها 24 جيجا ميموار، تو ماتش يمكن ما تحتاجهاش كلها، مي بون هاهي كاينة. اون كونفيغوراسيون لا بأس بها، تخدم لك كاع لي جو، وهداك الشي سوقهم هما غادي يشوفو كيفاش كاع لي جو خاصهم يخدمو، سي لوغ بيزنس، تكتعرف غير تخلص وتلعب، وتكون عندك كونيكسيون زوينه. اوسي الا بغيتي تلعب كونيكتيها بالانترنت بار كابل، نسى الواي فاي باسكو في خصك 5 جيجا هرتز، و 5 جيجا هرتز حتى هي لي بلوس كونسيي تستعمل الانترنت، سينو غيخرجوا لك بحال هاد لي تيست هادو.
فوالا سيادنا، وصلنا للنهايه ديال هذه الحلقه هذه. ما تبخلوش علينا بالراي ديالكم في هذا الكلاود جيمين في لي كومونتير. وسيادنا السلام عليكم.